أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: لماذا سميت المعتزلة بهذا الاسم؟ لأنهم اعتزلوا مجلس الحسن البصري، كان إمامهم واصل بن عطاء الغزال، كان من تلاميذ الحسن البصري رحمه الله، إمام التابعين. فجاء سائل وسأل الحسن في حلقته التي فيها واصل، فقال هذا السائل المرتكب الكبيرة: هل هو كافر ولا مؤمن؟ فأجابه الحسن بأنه ليس كافرا، وإنما هو مؤمن ناقص الإيمان، جواب أهل السنة، مؤمن ناقص الإيمان. فقال عند ذلك، قال واصل بن عطاء: أنا لا أقول إنه مؤمن ولا أقول إنه كافر، أقول إنه في المنزلة بين المنزلتين. ثم اعتزل مجلس الحسن وانضم إليه أشباهه وكونوا فرقة المعتزلة. نعم.